مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. إحنا ذيك المحاضرة شرحنا عن الـ Central Nervous System Stimulant Part 1 اللي يشمل الكافيين والثيوفيلين والثيوبرامين، وقلنا الكافيين هو يزيد الـ Concentration مالتنا، والثيوفيلين كان يستخدم as برونكو دايليتر. بس الجزء الثاني اللي هو يحكي عن الإمفيتامينز. بس قبل ما أبدي بالأدوية، أنا هم مادة أعيد السلايد هذا اللي أكتب ليش المحاضرة على مود أرسخ بأذهانكم إنه كل السنترال نيرفس سيستم ستيمولنت يشتغلون نفس الشغل، اللي هم أربع شغلات: إكسايتمنت اللي هي الحركة الزائدة والنشاط الزائد، إيفوريا الشعور بالسعادة والنشوة الزائدة. لهذا بعض الناس تستخدم السنترال نيرفس سيستم ستيمولنت اللي هحكيها بهالمحاضرة خصوصا على مود الإدمان. وثالث شيء decrease in feeling of fatigue اللي هي قلة الشعور بالجهد الجسدي. وآخر شيء increase in motor activity. يعني كل السنترال نيرفس سيستم ستيمولنت أو الاسم الثاني لها اللي هو سايكوموتور ستيمولنت يسوون هاي الوظائف. إذا the four function اللي يسووها central nervous stimulant هي أربعة: excitement, euphoria, decrease feeling of fatigue, و increase motor activity اللي هي الحركة. لهنا واضح؟ بس نجي على أول دواء اللي هو، طبعا هاي المحاضرة شوية تعتبر أكثر تعقيدا من نيجي المحاضرة، يعني بها أسماء الأدوية اللي هي الميجر بالسنترال نيرفس سيستم ستيمولانت. طبعا هذول الأدوية ما دام أدوية يستخدموها الناس للإدمان إلها أسماء ثانية يسموها ستريت نيم، يعني ماكو واحد يتعامل ويا تاجر ذول المواد إلا ما يقول له انطيني إنفيتامين، ننطي الاسم المتداول اللي هو يسموه ستريت نيم. مثلا امفيتامين شي يسموه سبيد او بيلي ويز. طبعا الاسماء اللي هي ستريت او البين قوسين ما مطلوبه من عندكم، بس هي للمعرفه لباب العلم بالشيء. اذا بس انا اريد الاسم اللي هو قبل القوس، الامفيتامين. بس طبعا الامفيتامين هو عباره عن بودره، هم يصنعون منها اشياء ثانيه بالمختبر، صنعوا منها two drugs اللي هي الدكسترا أمفيتامين والميث أمفيتامين. طبعا الميث أمفيتامين أكثر شيء يستخدموه المدمنين، يعني هم يطحن شايفينه على هيئة كريستال، فينطحن ويسوي بروسيجر معين بالمختبر وياخذوه عن طريق الحقن. أما الدكسترا أمفيتامين والأمفيتامين هو موجود على هيئة حبوب، على هيئة تابلتس. تمام؟ هسه المطلوب حفظه الاسماء قبل الاقواس، بس من الاسماء داخل الاقواس ما مطلوبه، يعني هي عباره عن ستريت نيمز، اسماء متداوله عند ماركت مال هذول المواد. هسه شلون هذول الامفيتامين يشتغلون؟ طبعا الامفيتامين انتم شايفين الصوره الاولى اللي هي قبل الامفيتامين. طبعا هاي الصوره اذا رجعنا للكليه حاسمها على الصبوره، يعني هي تحتاج رسم بالصبوره، لازم يعني شيء بالصبورة، بس أنا حاول أوضحها. طبعا هذا الجزء اللي هو خلينا نقول عليه البيجي هو عبارة عن النيورون العصب، وهذا داخل العصب أكو دائرة بيضة داخلها مثلثات، هو هذا الأمفيتامين يكون مخزن، أو النيوروترانسميترز تكون مخزنة داخل البرين اللي هم الدوبامين والسيروتونين والنورابينفرين. إذا ذول المثلثات هم عبارة عن نيورو ترانسميتر. لما الإنفيتامين ما يكون موجود، هي بحالة الصورة A، يكون هذا النيورو ترانسميتر محصور داخل الحويصلة، ما يطلع أبد، ما يطلع. بس في حال وجود الإنفيتامين، الإنفيتامين يفجر الحويصلة ويخلي النورابينفرين والسيروتونين والدوبامين يطلع، وين يروح؟ يرتبط بالريسبتور ويسوي لي أكشن. إذا أعيد شغل الامفيتامينز كاملة اللي هم ذكرتهم ذولا، الدكسترا امفيتامين والميث امفيتامين والامفيتامين نفسه، لما اني اخذهم يفجرون الحويصلات اللي بيها نيورو ترانسميتر ويخلون النيورو ترانسميتر يرتبطون بالريسبتور مالتها فيعطوني اكشن معين.
أما في حالة عدم وجود أمفيتامين اللي هي صورة A، يبقى النيورو ترانسميتر اللي هما الدوبامين والنورابينفرين والسيروتونين محصورين داخل العصب. لهنايا مفهومة لو أعيد؟ دكتورة عيدي بالزحمة عليكي. تمام. هسه احنا عندنا صورتين A و B. هسه A الصورة، هذا التجويف الموجود هو عبارة عن نيورون العصب، يعني خلينا نقول البينك الشاحب، داخله اكو دائرة شايفيها بيها ثلاث مثلثات زرق. تمام. هذول هم النيورو ترانسميتر اللي هم ثلاثة، دوبامين سيروتونين ونور ابينفرين. تمام. هسه اي في حالة عدم وجود الامفيتامين، يعني لا انت ولا احنا ولا اني ماخذ امفيتامين، اذا ذول النيورو ترانسميتر الثلاثة اللي ذكرتهم يكونون موجودين داخل النيورون محفوظين. بينما اذا انا اخذت الامفيتامين يفجر هاي الحويصلات ويزيد الريليز مال ذول النيورو ترانسميتر ويرتبطون بالريسبتات مالتهم وينطوني البروبرتيز اللي حشرحها بعد قليل. تمام. هسه اني البنفيت مالتها بالفارماكولوجي، طبعا على مود نكون متفقين اي شيء مرض داخل السلايد ما داخل وياكم، اني حشرحه بس على مود تعرفون ليش هاي الادويه تستخدم لهاي الامراض. المرض حينشرح، بس حينشرح بس اللي اقول لكم عليه، يعني هذا السلايد كامل مداخل. تمام. بس قبل ما ابدي اشرح المرض لازم اقول لكم الدوبامين والسيروتونين والنورابينفرين شو يسوون، وطبعا هاي هم انا سمعوها من ضمن التسجيل، واللي يريد يكتبها خليه يكتبها، يعني هي مداخله. الدوبامين يدخل بالانسان، هسه احنا الدوبامين بيش يفيدنا؟ اول شيء ايموشن، يخلي الايموشن مالتنا مشاعر كلش عاليه، سعيدين. لهذا احيانا نضطر ناكل مثلا جنك فود، يعني فاست فود، او ناكل شوكليت، يعني بيها كميات عاليه من الدوبامين. وهم هنا يتحكم بالموفمنت، الدوبامين الحركه مالتنا، اذا كان كلش هوايه يسوي لنا مرض الشارع العاشر اللي هو الباركنسون. ويتحكم همينة بالليرنينج، قدرة التعلم. أما النورابينفرين العلاقة بالأرتنس اللي هو اليقظة. السيروتونين affect the mood and sleep. هذا المرض اللي هو ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder، إذا أريد أفسره بالعربي هو عبارة عن مرض قلة الانتباه وفرط الحركة. قلنا هاي سلايد ما داخلها بس أنا حشرحها. هذا المرض أكثر شيء يكون بالتشيلدرن، والأعراض الخطيرة ما تكون بالأطفال، يصير بالأدلت بس قليل. طبعا هذا المرض هو مرض موروث، يعني يا أما الطفل اللي عنده هذا عنده واحد من أبويه عنده هذا المرض، أو هذا يكون قريب إلى عنده هذا المرض، ما يجي من، يعني مو مكتسب، هو عبارة عن مرض وراثي. السبتوم مالته اللي هو ان اتنشن، يعني ما مركز، يعني مثلا يعني مثلا شايفين عند الطلاب كلهم متفاعلين ويا المعلمه ما عدا هي طالبه بمكان ثاني، ما عنده القدره انه يقعد بمكان واحد ويسوي فوكس. ثاني شيء الهايبر اكتيفيتي، هو مهيبر طول الوقت، شايفين انه كل الاطفال قاعدين على الكراسي بينما اكو طفل واحد من عندهم رافع الكرسي. الامباسيفيتي اللي هي ما يفكر، وهاي تقود الى اشياء خطره، مثلا بدل ما يقص الواقع يروح يقص، مثلا يحاول يقص اصبعه. اذا هاي هي ثلاث اعراض مال الهايبر اكتيفيتي، عفوا الهايبر اكتيفيتي اوردر والاتنشن ديفكت. طبعا اكرر هاي السلايد ما داخله، هاي السلايد ما داخله، بس العنوان الاول بيش يستخدم الامفيتامين، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، بس شنو هذا المرض وشنو أعراضه ما داخل، بس البولد اللي هو الطوخ اللي هو رقم واحد وبس، بس بقية السلايد ما داخل. هاي واضحة Deficit Hyperactivity Disorder. طبعا هذا ال dysfunction عندنا بالنيوروترانسميتر اللي هم النورابينفرين والدوبامين، هم دائما يكونون قليلين بهذا المرض، يعني عندي نورابينفرين قليل ودوبامين قليل. شلون اني ازيده؟ عن طريق زياده الريليز من النيورون، اللي هو منو يزيد الريليز؟ الامفيتامين ومشتقاته.
طبعا اني عندي اهم يعني حطوا خط او اشاعه للناس اللي مصورين السلايد. This function of neurotransmitter norepinephrine and dopamine is key role in the pathophysiology of the ADHD. لهنا تحفظون. لهنا النقطة تحفظون. تمام؟ دكتورة بس عيديها بلا زحمة. This function of neurotransmitter norepinephrine and dopamine is thought to be key role in the pathophysiology of the ADHD. يعني معناتها انه هم الدوبامين قلتهم والنورابينفرين هم العامل الاساسي يخلون الشخص عنده هذا المرض. اما الوظائف مال النورابينفرين maintaining alertness، هاي اول نقطه، يعني الالتونس اللي هي اليقظه والاتنشن. اما الدوبامين العلاقه بالريجوليتنج ليرنينج موتيفيشن جول اون سيتنج اون ميموري. طبعا على مود تسهل عليكم عملية الحفظ ان النورابينفرين مسؤول عن شغلتين، اول شغلة الالرتنس والاتنشن اللي هي اليقظة والانتباه. اما الدوبامين هو مسؤول عن الليرنينج والموتيفيشن اللي هو الحركة، انه انا عندي دافعية انه انا اقرأ، على مود اقرأ على مود اجيب درجات او على مود اتميز بمجال معين. الجول سيتنج انا ايش اريد اسوي، مثلا انا اريد اجيب درجة النجاح بس، اكو ناس لا أنا أجيب الدرجة الكاملة. أما الأخيرة هي الميموري. طبعا هذا السؤال شلون حيجي الفقرة كاملة، شلون أسأل حجي جمالته، هي على هيئة فراغات. الفقرة الأولى تكون على هيئة أكثر شيء فراغات، بينما الفقرة الثانية تكون اختيار من متعدد وغمينا فراغات. هسه من هم الأيجنت اللي أنا أستخدمهم بهذا المرض؟ الديكستروأمفيتامين والأمفيتامين صالت والميثل فينيديت اللي هو تحت الاسم التجاري الريتالين، واللي ميثل فينيديت هو الأكثر استخداما. فهذا تحطون على ثلاث خطوط، الميثل فينيديت هو الأكثر استخداما. طبعا هذول الأدوية شو يسوون؟ البيهيفير بروبلمز اللي هي السلوكيات. إذا رجعنا للصورة هاي، عندي أنا سلوكين ما منضبط، الهايبر اكتيفيتي والانفالسيفيتي اللي هي العدائية. مثلا الطفل يعني يكون قاعدين مثلا بروضة واكو طفل مصاب بهذا المرض من غير تفكير يروح يضرب الطفل اليمه بدون ما مسوي له اي شيء. فهاي الادوية تقلل البيهيفير بروبلمز اللي هي الهايبر اكتيفيتي والانفالسيفيتي، وتهمين تزيد الاتنشن اللي هو التركيز عن طريق افراز النورابينفرين والدوبامين من النيورون، ويقلل الهايبركاينسيا اللي هي هايبر اكتيفيتي فرط الحركه. وتشوف ذول الاطفال احيانا اللي صار بهم هذا المرض وتشافوا منه يحصلون على اعلى الدرجات. تمام. هسه الفارماكوكاينتكس اللي هي حركيات الدواء والسايد افكت مال الامفيتامين. طبعا انا اخذه باي اي في او باي سموكينج، يعني انا اخذه يا اما الامفيتامين نفسه. لهذا الناس ما معقول اني اضل اعطي طفل اي في، لهذا اخترعوا مثل فينيتيت اللي هو ابدا اقطع عن طريق الاورال. فالامفيتامين ابيوزرز، ابيوزرز هو سوء استخدام الدواء. الامفيتامين انا استخدمه بمرض نقص التركيز وفرط الحركه، بس هو الابيوزرز يستخدموه على مود يصير عندهم ايفوريا السعاده، فياخذوه عن طريق الاي في او عن طريق السموكينج الدخان. التأثير مع الإيفوريا اللي هو السعادة المفرطة تستمر من 4 إلى 6 ساعات بعد أخذ آي في أو بعد تدخينه. المدة ما تظل داخل الجسم تقريبا 4 إلى 8 أضعاف المدة اللي ظلها من الكوكايين. تمام. عايد إذا الإنفيتامين إذا أخذته عن طريق الانترفينوس أو عن طريق السموكينج اللي هو على هيئة سيجرت، يبقى بالجسم يعني يبدي تأثيره الإيفوريا السعادة مالته 4 إلى 6 ساعات، بينما يبقى داخل الجسم الوقت اللي استغرق الكوكايين ب4 إلى 8 أضعاف. أي ما يهمني الوقت اللي استغرقه، يعني أنتوا مطلوب الحفظ إنفيتامين أبيوزرز أدمستريت دراج باي أي في أو سموكينج غير مطلوبة. والإيفوريا كوز باي إنفيتامين لاست من 4 إلى 6 ساعات إلى هنا وبس. عيتها ست بدون زحمة واضحة. تمام. إذا هسه عن جد يبقى بعد جد يبدي تأثيره بعد ما أخذه عن طريق الـ IV،
والسموكينج 4 إلى 6 ساعات. شلون اخذه؟ عن طريق الاي في، عن طريق السموكينج. بس انه 4 تو 8 فولد اي ما اريدها، ما مطلوبه. واضحه ابراهيم؟ أمس واضحة عشتي ديتش. تمام. هسه شو السايد افكت يسويها؟ فيرتيجو، فيرتيجو اللي هي الدوخه، هايبر تنشن، يعني طبعا هو يزيد النورابينفرين، فالنورابينفرين حيرتبط على البيتا 1 حيزيد الكاردياك اوتبوت، حيرتبط على الفا 1 حيسوي بازو كونستراكشن، فالضغط حيزيد. الانسومنيا، الارق ما يقدر ينام، الكونفيوجن. طبعا معظم الطلاب يستخدمون هذا الدواء على مود يصير عندهم ستيميوليشن، بعد ما يظلون يمكن فوق ال5 ليالي ما نايمين يروحون يشوفون ورقه فارغه ماكو بيضه، يعني صار عندهم كونفيوجن. فهذا هاي الادويه اذا اخذتها بافراط ما تساعد على الفوكس ابدا.